أسلوب تحويل الانتباه لتحاول أن تخترق مشكلة عندما يعني تتأزم قضية معينة لكي تحول انتباه الرأي العام من هذه القضية إلى قضية أخرى. سلب الحقوق وسياسة الإلهاء في العراق، حصاد الأيام يفتح موضوع إلهاء الشعوب بصغريات الأمور لتمرير مصالح الحكومات. حياكم الله مشاهدينا، وأهلا بكم في حصادنا الرمضاني لهذا اليوم، والذي سنتناول فيه مواضيع اجتماعية مختلفة لكن ذات طابع سياسي. واليوم مشاهدينا نتناول موضوع بغاية الأهمية، وهو موضوع سياسة الإلهاء وسلب الحقوق خصوصا في العراق، حيث عملت دوائر المخابرات وبعض وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وفي العراق وعدد من الدول بكل طاقاتها لتزوير الواقع وإيهام الرأي العام بأن مشكلتها الحقيقية تكمن في عقم السياسات المتبعة داخل الدول وليس من خارجها، وأن العنصر المهيمن للرقابة الاجتماعية هو استراتيجية الإلهاء لتحويل انتباه الجمهور عن القضايا المهمة والتغييرات الحاسمة وإبعاده عنها. في حلقتنا مشاهدينا لهذا اليوم نناقش هذا الموضوع، لكن بعد أن نتابع سوية وضيوفنا الكرام هذا التقرير. احنا من نتابع الأخبار والإعلام بالحقيقة دا نبحث عن المعرفة وعن الواقع، وأكو نظرة تقول إن من يملك المعلومة هو صاحب اليد العليا ويقدر يسابق الآخرين باتخاذ القرارات وتأمين المصالح، لكن هنا أكو موضوع في غاية الأهمية خلانا نفكر به ونتوقف عنده، هو ما يعرف بسياسة الإلهاء. يعني الإعلام بدل من أن يكون منبر للحقيقة تحول للأسف إلى أجندات لجهات. شلون؟ تعال خل نمر مرور سريع على آخر 3 سنوات. هم شفتوا يوم ما بي حادث، انسد المي، طفت الكهرباء، احترقت الصناديق، ماتوا السمج، غلاء الأسعار، حكومة ماكو، مهرجانات غناء وطرب، ملاكفات سياسية، اعتقال شخصيات مهمة، الكشف عن هوية منفذي اغتيالات، غلق صفحات، اعتقال إعلاميين ومقتل إرهابيين، ومن ذن الأمور اللي تاخذنا شمال ويمين وتجر طول وعرض. زين ليش وشنو السبب؟ هم فد يوم سألت نفسك؟ لأن العراقي هو أعمق إنسان في محيطه ومنطقته، وإذا صفى باله يقوم يفكر بأشياء خطيرة على سياسة البلدان المتعجرفة، ويكون ما يشيل راسه ولازم يلتهي بسوالف تملله والتعبه وبالنهاية تقعده. وبالأخير اختيار هذا العنوان من الأخير هو حتى نقول لا تتأثر بكل ما تسمع، وتذكر دائما أكو شيء اسمه سياسة الإلهاء. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ورمضان كريم عليكم وعلى ضيوفنا الكرام. وقبل أن نبدأ الحديث والترحيب بضيوف، نطرح عليكم سؤال الاستبيان، وهل تعتقد أن صناع القرار نجحوا في تزوير الواقع وإيهام الرأي العام وسلب الحقوق من خلال سياسة الإلهاء؟ طبعا ستكون هذه النتائج أو نتائج الاستبيان نطلع عليها في ختام الحصاد. وبداية نرحب بضيوفنا الكرام اللي ويانا اليوم بهذا الحصاد، أهلا بك دكتور أسامة السعدي أستاذ العلوم السياسية، والترحيب كذلك بالدكتور سعدون السعدي أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك دكتور سعدون، والترحيب أيضا بالشيخ إبراهيم الدليمي السياسي المستقل، أهلا بك يا شيخ إبراهيم، وأيضا بنا برئيس مركز أفق للدراسات السيد ماجد الشويري، حياكم الله سيد ماجد، رمضان كريم عليكم إن شاء الله. شكرا. بداية دكتور أسامة، سياسة الإلهاء خصوصا في العراق كيف تبوبونها في العلوم السياسية؟ شكرا جزيلا تحية لحضرتك والزملاء والضيوف الأعزاء ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وشكرا على الاستضافة، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أنتم بألف خير. حقيقة يعني من بدت ثورة المعلومات احنا نسميها أو التطور التقني، ما عاد اكو شيء اسمه سيادة إعلامية أو سيادة معلوماتية، وبالتالي هذا خلى الفضاء اللي يسموه السبراني أو الإلكتروني مفتوح على كل العالم. لا. ما عادت المعلومة هي حكر على مكان أو على مجتمع أو على إقليم محدد، وإنما صارت المعلومة متاحة ومباحة. هذا القضية خلقت حالة من عملية توجيه وصناعة للرأي العام، سواء كان هذا الرأي العام محلي أو عالمي، حتى ما يتعلق بالأزمات
في 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 يعني في صيرورتها، في تكوينها، في ادراكها. لان تدري حضرتك ان الوكالات العالميه هي الاربعه معروفه اللي هي تعمل على نقل المعلومه ونقل الاخبار ونقل الصوره الى الراي العام العالمي. نعم. وخاصه الصحف مثلا الوكالات الاسوشيتد بريس، يونايتد بريس، تلفزيون سي ان ان الامريكي، هي اللي من خلال مراسليها تنقل لك الخبر وتنقل لك وفق ما هي يعني صياغتها ورؤيتها، خلينا نقول بصمتها السياسيه. هذا طبعا خلق نوع من التوجيه، خلينا نسميه الغير مباشر، يعني خلق قناعات دون ان يكون هناك تمحيص، دون ان تكون هناك رؤيه. احنا العراقيين يمكن اكثر شعب بصراحه وبدون مبالغه تعرضنا الى هذا الموضوع، تعرضنا له في مناسبات وفي ظروف يعني كثيره، يعني ابتداء ما نريد نقول قبل 2003 باعتبار كانت منظومه دكتاتوريه حاكمه مسيطره في عمليه التنشئه والتوجيه، لكن نتحدث ما بعد عام 2003 كان اكو عمليه، واضح انه اكو عمليه توجيه. اذا اقاطعك يعني دكتور اسمح لي، له علاقه الموضوع بمستوى وعي الشعوب والمجتمع؟ هي طبعا الوعي مساله جدا مهمه، لان الوعي هو يشكل حصانه، الوعي يتكون من خلال العادات، التقاليد، التنشئه، التماس والاحتكاك مع الثقافات الاخرى. لكن تعرف جنابك انه احنا ما يعني ما صارت لنا الفسحه المناسبه، احنا دائما ما نتعرض الى ازمات، نتعرض الى حروب. يعني العراق من سنه 1980 والى حد تقريبا 2017 ولا نزال احنا تقريبا نواجه العصابات الارهابيه. بلد تقريبا ما استقر، يعني ما يستقر لسنه، سنه ونص، سنتين، سرعان ما يتعرض مره ثانيه الى مشكله. لذلك مؤسسات التنشئه خلينا نسميها التقليديه اللي هي المدرسه ورياض الاطفال وحتى الجامعات مدى تعمل بالصوره الصحيحه. وطبعا من طلع التليفون ومواقع التواصل صرنا احنا اسرى لما تقول مواقع التواصل، صرنا اسرى لما يروج لنا ويسوق لنا من معلومه، وبالتالي صار نوع من عدم التمييز. انت اليوم الاب، حتى الاب ما يقدر يسيطر على ابنائه، استاذ الجامعه ما يقدر يوجه تلاميذه او طلبته، المعلم نفس الشيء، لان احنا عدد ما نقضيه او ما يقضيه الطفل حتى من ساعات مع الهاتف اكثر ما هو يقضي مع الكتاب. هذا يمكن بشكل عام في مختلف الدول حتى الدول المتقدمه. دكتور سعدون، بالنسبه للعراق الى اي درجه هذه السياسه، سياسه الالهاء، متبعه بالعراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك اخي الكريم واحيي الضيوف الاعزاء الكرام واحيي مشاهدي قناه الايام. حياك الله. حقيقه يعني احنا اذا نريد نفكك المشهد السياسي يعني من 2003 لليوم، هذه النخبة الحاكمة إن صح التعبير منذ بداية يعني انهيار النظام السابق ومجيء هذا النظام الحالي، عملوا على أربعة أشياء، سواء كانوا يعني العملية مقصودة بفعل خارجي إقليمي دولي أو يعني بجهل سياسي، اللي هم أولا يعني قاموا ببناء سلطة وما قاموا ببناء دولة، وهذا هذا 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 عامل مهم، لأن من إجوا بال 2003 وأقول بناء السلطة وليس بناء الدولة، يعني بنوا جهاز مكافحة الإرهاب، أمنوا حياتهم بالمنطقة الخضراء، تركوا الحدود مفتوحة. رقم اثنين، مفردات الدولة يعني وأعمالها اليومية كانت خاطئة جدا. على سبيل المثال فتحوا استيراد مثلا السيارات، من مليون سيارة صارت 5-6 مليون، بس بنفس الوقت محطات التكرير مال البنزين والوقود بقت على حالها. الشوارع يعني بغداد بفعل التدفق السكاني، يعني العراق الان نسبه الشباب عنده كلش يعني عاليه جدا، وبالتالي هذا التوسع الديموغرافي قابله الشوارع بقت على حالها، يعني مثل عواصم العالم مثل طوكيو، مثل يعني مثلا المدن الصينيه الضخمه، يعني فتحوا شوارع جديده وخلوا جسور معلقه كذا، فقوا الاختناقات بقوا على حالها. وانا اذكر النظام الحالي يعني اشبهه بنظامين حقيقه يعني بجنوب شرق اسيا، احدهما النظام للعراق والثاني يعني اللي هو العلامه الفارقه. اقصد بهذا النظامين يعني نظام فرناند ماركوس بالفلبين اللي حكم البلاد من 65 86 ويكاد ان يكون هو يعني نسخه طبق الاصل من العراق، وايضا نظام لي كوان في سنغافوره. يعني سالوا لي كوان في 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 ساعتها في يومها، قالوا له انت بعد 30 عام هاي الجزيرة المترامية الغير قليلة الموارد إلى درجة أن ماليزيا قد تخلت عنها، شنو هذا سر الإعجاز اللي تخلي أنت سنغافورة الآن نمبر وان اقتصاديا في العالم ويسمونها آسيا الحقيقية سنغافورة؟ قالهم ببساطة شديدة، أنا أول ما جيت بنيت نظام اقتصادي وليس نظام سياسي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، قال ألزمت نفسي ومن حولي بأن طموحنا أن لا يتجاوز حدود الدولة نهائيا، يعني سنغافوره خط احمر. ثلاثه، ما سمحت بالديمقراطيه المنفلته،
يعني على سبيل المثال الجاليه الصينيه جاليه منتجه في سنغافوره وفي جونيو وشرق اسيا، قال ممنوع واحد يحشي على الجاليه الصينيه. ايضا بما فيهم الامريكان ما قبل المعارضه السنغافوريه تتكلم عن 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 الامريكان بسوء. وبالتالي بعد 35 عام بينما نظام فرناند الماركوس، وانا هذه يمكن محاضره يم السيد عمار الحكيم بال 2014 حكيتها، فماركوس استلم الفلبين مزدهره بال 65 الى درجه كانت يسمونها يعني كجامعات، جامعه الفلبين جامعه مانيلا كانت من افضل جامعات العالم، ازدهار اقتصادي كبير لان الامريكان تعبوا على 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 الفلبين. لا. اجى ماركوس بال 65 كل النظام هذا الازدهار الاقتصادي انهار. ليش؟ لان بدا يعني جاب الطغمه الحاكمه القريبه منه قربها، نظام الاقتصادي يعني بال 86 سلم الفلبين حطام. احنا نموذج ماركوس يعني دكتور. يعني لا دقيقه بس ايش ملاحظه صغيره، يعني هذا الالف تقريبا 1100 1200 مليار مختلف عليه اللي دخلت العراق واللي القيمه الاجماليه مالته هو يعني لربما دول الاقليم بالكامل اللي ربما يخلي بيها ازدهار اقتصادي راحت هباء منثورا. السؤال يعني هل ان هذه الطغمه الحاكمه كانت يعني قليله الفهم، قليله الادراك، قليله الوعي، ام انها كانت يعني متفقه فيما بينها في الاطار العام مختلفه بالتكوينات سنه وشيعه وكرد، ولكنهم في حقوقهم الخاصه كانوا متفقين، في ايذاء الشعب العراقي كانوا متفقين، وبالتالي انا اقول ان الفرصه التي كان يحلم بها العراق منذ عام 2003 الى عام تقريبا 2000 وحتى الى العام الحالي، هذه الاموال الطائله اللي كانت تخلق بنيه اقتصاديه هائله راحت ادراج الرياح بسبب جهل، وربما هذا الجهل ممنهج. طيب تقدر المنظومه السياسيه الحاليه ان تواجه سياسه الالهاء الموجهه من قبل وسائل اعلام اجنبيه ومنظمات مجتمع مدني ايضا اجنبيه او مدعومه من جهات خارجيه اللي تحاول تحاصر المنظومه العراقيه ومؤسسات الدوله من مختلف الطرق وتستغل الازمات السياسيه اللي يمر بها العراق؟ لا هو مثل ما قال دكتور اسامه، شوف يعني احنا اكو ربط بالموضوع، يعني بال 2003 شوف يعني الامريكان يعني حتى اكون دقيق الملاحظه وانا كنت متابعها سنه 1999 2000 2001 2002 معظم المعاهد الامريكيه بما فيها مع جورج واشنطن اخذوا على عاتقهم بمشروع الشرق الاوسط الجديد اللي يحدث، فاختاروا ثلاث دول، اختاروا مصر واسرائيل والعراق لتنفيذ هذا المشروع. مصر فشل بها لان ايرادهم يعني مليارات الدولارات وما يتاهل الاقتصاد المصري. اسرائيل يعني دوله منبوذه بالمنطقه ما يصير يعني تغيير من خلالها. اجوا للعراق بالنص قالوا تجاره لا خساره فيها، شعب متعلم يعني عمق حضاري، بنيه تحتيه يعني بسرعه تصير، يعني قدرات نفطيه معدنيه هائله جدا، وقالوا سنغير المنطقه من خلال العراق. لكن بعد 2003 الامريكان ارتكبوا خطأين استراتيجيين بالعراق. الخطأ الأول فتحوا حدودهم الخارجية لتنظيم القاعدة حتى ينزل من تورا بورا يدخل للعراق ويتم اصطياده. المشكلة دخل تنظيم داعش للعراق ولقاله حواضن وغاب وما سيطروا عليه الأمريكان، هذا رقم واحد. رقم اثنين ارتكبوا الخطأ الثاني، قالوا سنغير الأنظمة من خلال العراق على أساس هم خالين في بالهم مشروع للعراق، لكن ايش رفعت الأنظمة الحاكمة الموجودة في المنطقة؟ شعار المستنقع العراقي، ضرورة فشل الولايات المتحدة في المشروع العراقي حتى لا تنجح. وبالتالي ليس السوء في هذه الدول، هذه دول لديها مصالح، الخلل فينا، نعيب الناس والعيب فينا. يعني من اكو قاعدة فقهية حتى بالعلاقات الدولية وحتى دينيا يقول من هانت عليه نفسه هان على الآخرين. أنت سمحت لهذه الدول الإقليمية والدولية أن تتدخل بشأن العراق لسبب بسيط واحد، لأن الطغمة الحاكمة في العراق المنقسمة على نفسها ولاءاتها متعددة، وبالتالي أصبح الولاء للخارج أكثر من الولاء للداخل ووصلنا هذه المرحلة. طيب شيخ إبراهيم أهلا بك مرة ثانية، شخصتم بالآونة الأخيرة ازدياد بسياسة الإلهاء أو تحديات لإلهاء الناس بالفترة الأخيرة مع تصاعد الأزمة السياسية بين مختلف الجهات بالعراق حاليا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام، وشكرا للاستضافة والتحية للإخوان والأساتذة الكرام والمشاهدين الأفاضل. يعني مما لا شك فيه واكبنا بعد دخول القوات الغازية المحتلة الأمريكية إلى العراق بعد 2003 إلى 2006 تقريبا، لاحظنا الصدمة اللي انصدمها الشعب العراقي كشعب كأهالي ما بين حكم سابق وحكم جديد وبين ناس بدأت تحكم العراق وهي ما عندها إرادة سياسية ولا عندها فكر قيادي
ولا عندها نظرة تقدر بيها تقود بيها بلد مثل العراق. تجاوب المعارضين اللي كان فعلا معارض اللي كان فعلا مجاهد، ومع الركب مالتهم ركب من ركب الموجة معهم، وإجا طبعا في مناصب وغيرها، وامتدت بعدين جنابك الكريم والأساتذة يعرفون موضوع تنظيم القاعدة والترافض وانت كذا. وأدرت للأسف الشديد هي هذا يعني الحلقة المال جنابكم اليوم أنا أعتبرها من أهم يعني أهم برنامج إذا سئلت عليه طول هاي 17-18 سنة يمكن راح أقول هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج هو راح يطلعنا لب ما عانى منه الشعب العراقي، وهي سياسة إلهاء الشعب بمهاترات سياسية ومهاترات إعلامية لهم بكل يوم الموضوع حتى يمشون كل من يمشي الأجندة مالته. طيب شيخ الشعب يعني مستوى واعي شلون تنطلي عليه هكذا حيل وأساليب سياسية بإلهاء، يعني شلون يقدر المواطن يميز بين موضوع حقيقي او موضوع مفتعل او مشكله مفتعله؟ والله انا شويه بتدري انا شويه من احكي بس تفضل تفضل يعني من احكي انا اكو عالم تزعل علي، بس يعني مع الاسف هذا الشعب، هذا الشعب العظيم، شعب الانبياء، شعب الاولياء، شعب آل البيت، شعب خلق الكتابه، خلق القوانين، خلق الحضارات، العالم العربي والشرق الاوسط من كان يريد يجي يدرس يجمل اساتذه، من يريد يتعالج يجمل الدكتور العراقي، من يريد الطيار يتعلم يجمل الطيار العراقي. وصلونا مرحلة خلوا شعب بس يقمص. للأسف شعب وصل بمرحلة يضحك عليه ويحكون عليه بصراحة، يعني إذا تدون نحكي حتى تطلع الحلقة منتجة لازم الشعب يفتهم أنه أنت انضحك عليه في 17-18 سنة، والنتيجة تعال أنا هسه راح يطلعوا لي اليوم الفيسبوك راح يشتغلوني انت العراق احسن منك وانت كذا وانت كذا على عيني وراسي. بس اريد اسالكم شنو الانتاج بالعمليه السياسيه من 2003 لهسه؟ المكان اللي قاعدين به هذا شو وقت انبنى؟ اتذكر هذا بال 87-86 انبنى. الشارع اللي مشينا به نفس الشيء سووه، الاذاعه والتلفزيون نفس الشيء، الشتر الجمهوريه من الخمسينات تقريبا بال 54 وهكذا كل هاي المنطقة زين. انت ايش بنيت لي؟ انا اقول لك بنالي الترافضي، انت سني، انت شيعي، انت بعثي، انت مرتد، انت عميل، انت 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 انت، واضافوا لها شنو؟ ضافوا لنا مشاكلنا بالحروب، دخل لنا داعش، اجانا داعش، جت القاعدة والدنة. يا شو ما هي السياسة الأوروبية الأمريكية كيسنجر بنفسه بال 72 اصدر كتاب على سيطرة الشرق الأوسط، وصور الأساتذة أفهم مني وعارفين أنا إيش دا أتكلم. عندما تيجي تسيطر على العالم فهو قلب العالم هو الـ 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 الوطن العربي، وقلب الوطن العربي وخيرات العالم تتركز بالعراق وبالوطن العربي. إذا العراق هو القلب النابض وهذا السنجر حجاها به، فشلون حتى يلهيك بيلهيني؟ أخذونا بهذا العنوان اللي جزاك الله خير، وجزاء الله خير اللي سوى لنا حلقه بهذا. شكر لإدارة القناة والمعدين، إدارة القناة المحترمة على هذا. شكر لك. صلب الموضوع يمكن الأساتذة يشاركوا. هو أصل القصة هاي. أصل القصة بالعراق هو هذا الموضوع. لهوا العالم إذا سمعت لي جنابك الكريم. تفضل. بالدعايات طبوا طلعوا. هسه أبسط شيء شوف هاي الموضوع الاقتصادي. لهوا العالم بالخضروات والاوكرانيا وراح الزيت واجا الزيت، وبعد ماكو افقاد ولاكو صدور اوكرانيا مال دجاج، وخبصوا وخلوا لك السوق احترق، حرقوه بالدولار. بينما هي المواد الغذائيه بينما هسه روح فقط تم رفع اسعار غير من الله، المواد هي هي الغيره غيره. اليوم انا قاعد يا وزراء خلوا الناس يمكن اهم شيء تحصل على المواد الغذائيه، مو مهم السعر. اقصد هذا موضوع السعر بالضبط. اليوم قاعد انا ويا وزراء اثنين، لان صارت لي مشكله وهم ويا نفس الوزراء انتقدتهم انتقاد لاذع قبل يومين ثلاثه بموضوع الزراعه واستيراد المواد والخضروات ومنعها وشلون تطب وعلى اساس تطب. اليوم من مانعني انا اطب الفندق، مانع اليوم احد يطب الفندق، شلون طبينا؟ غير عندنا فد استثناء طبي، نفس الشيء المواد اللحوم البيضاء والبيض والخضروات والطماطم وغيره. فدي يلهون الشعب ويخلون هذا الشعب المسكين شعب التضحيات، يعني هذا
هسه ما اريد النوبات يقولون انت من اكثر السنه المدافعين للحج الشعبي، بس هذا واقع الله يحاسبني عليه، ما اريد اكون شيطان اخرس. الحج الشعبي عفو الجيش، عفو مكافاه، التضحيات الجسام اللي ضحالها التضحيات والسالي طبعا اليوم هم لكم تعاونون قسم من شخصيات الرمادي راح يسوى عشائرية علي ومقلوبة الدنيا علي صار ثلاث ايام لين قلت اشكم ماحد طالعين يقوم بيانات بموضوع صفام والحشد موجود بالرمادي انت ضد الرمادي وانت وهذه الساعة صارت لي اول قاعدة عشائرية وجارة علي شوف وين وصلهم يعني حتى من تنطق تقول هذا استشهد بارضي اريد ادافع عن حقوقه يقول لك انت صاير وين اذا وين وصلهم وصلونا مرحلة تنافر نفسي سلطوي تعبوي داخل أجهزة اللي هي المفروض تكون أهم أجهزة معلوماتية العالم تستفاد منها احنا خلوها للتناحر وتكويم الأفواه. طيب هسه شيخنا رجعتنا لأيام السبعينات والثمانينات، أهلا بك مرة أخرى سيد ماجد. أهلا وسهلا ومرحبا. السبعينات أو زمن البكر يمكن جابوا عدنان القيسي من أمريكا، هو أمريكي من أصل عراقي وهذا مصارع ونظموا فعاليات مصارعة ومباريات، تتذكر يمكن لو مملحق عليها فترة السبعينات شوف بعدك يمكن بعدك شاب مملحق عليها فترة السبعينات الشعب العراقي التهب هاي المباريات بشكل كبير وأبو طبر وراء، لكن خصوصا فترة القيسي عدنان القيسي يعني الناس تتصارع بيناتها باعتبار أنه هذا التمثيل لرياضة حقيقية ومصارع حقيقية، أغلب الناس ما عندهم تلفزيونات يتجمعون يا بيت أمور زينة عدة تلفزيون يتجمعون يمه ويقضون وقتهم ونقاش الشعب كله هذا تمثيل وحقيقة أبو العكسية سميه أبو العكسية بالضبط في أحد المباريات يعني كان يستعملها بالقاضي أعتقد. تفضل سيد ماجد. كل عام وانتم بخير وان شاء الله صيام مقبول. طبعا هو سياسة الإلهاء او صرف النظر والإشغال هي سياسة واستراتيجية تعمد اليها الدول الكبرى لحقيقة لتحقيق مشارعها الكبرى، وايضا تعتمدها كثير من الدول واللاعبين الصغار اذا جاز التعبير من الأحزاب والمنظمات ومن الواجهات السياسية وغيرها في العادة. ومن الأحداث المهمة جدا وانا سوف اعرج على ما تفضلت به. تفضل. يعني مثلا احتلال العراق يحتاج لحدث كبير جدا يصرف ذهن العالم إليه، وهو مثلا ضرب مركز التجارة العالمي، وتم من خلال هذه العملية الإلهائية الكبرى إشغال الرأي العام الدولي والعالمي بهذا الأمر وتداعياته، وتم احتلال أفغانستان وبعد ذلك العراق وهكذا. الدول أيضا والأنظمة اللي ما مرتبطة بشعوبها حقيقة وما من بثقة من عتها أيضا دائما تعمد إلى هذه الاستراتيجية لتمرير سياساتها ولترصين يعني وتدعيم بقائها وهيمنتها على نظام الحكم أو لتمرير مشاريع أكبر. طبعا الإلهاء إلى أشكال مختلفة وأنماط أيضا متعددة من جملتها اللي ذكرتها، مثلا اليوم مو فقط في السبعينيات، اليوم مثلا لاحظ قضية إشغال الناس بهذا يعني الترف اللي الحاصل والبرامج الإلهائية الكبيرة واللي تعجب الضج بيها مواقع التواصل إلى الحد اللي أصبحت لدينا بعض البرامج الممجوجة أخلاقيا وأدبيا. شنو معنى أنه عندنا برامج فلان يتحدث عن العياذ بالله زنا المحارم برنامج كامل، أو عن جرائم يندى لها الجبين يعني حقيقة أتورع عن ذكرها. هذا كله هو نمط من أنماط الإشغال والإلهاء وصرف النظر عن المعاناة الحقيقية اللي يعيشها تعيشها الشعوب عموما، أما الشعب العراقي مثلا حتى حقيقة حتى كرة القدم في جانب من جوانبها اعتمدتها الدول الكبرى، يعني اجتياح لبنان في عام 1982 كان في وقت لعبة كأس العالم، أنا ما أتذكر بالضبط بين دولتين، وكان العالم كله مشغول في هذه البرازيل لربما بالضبط أنا أتذكر الأرجنتين. لذلك هو عمل وهو استراتيجية حقيقة دقيقة من أجل تمرير مشاريع كبرى، يكون أبناء الشعب أحيانا يعني يشعرون من أن هذا العمل وهذا الموقف هو جاء لمصلحتهم
يعني مثلا شوف تلاحظ مثلا موسوليني عندما سيطر على ايطاليا كان الشعب بذاك الوقت انتشرت العصابات المخدرات والمافيا وغيره، جماعته اصبحوا المنقذين بحيث الناس، واضطر الملك فيكتور امانويل يقول انه يا بجيبوا موسوليني حتى يخلي البلد يستقر. اصبح الاغنياء يستنجدون بعصابات موسوليني. القضية انه دائما سياسة الالهاء واستراتيجية الالهاء، طبعا انا ماجي صار خلط بالموضوع. لا 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 لا، شكل من الاشكال يا استاذي، هذا مصداق من المصادر، صار خلط بالموضوع. لا 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 كيف نرجع نوضح اكثر، نرجع نوضح اكثر. انا ما عقلت على كلامك. لا احنا مو عندنا مباراه كلام، هذا كمثل يعني كمثل من الامثله. نرجع نوضح سيد ماجد، كمثل من الخلافات مال المسلمين على الوضع الحالي، كمثل يا استاذي انه تابع اقول ياخذ اشكال. الإلهاء لا يعتبر سياسة واضحة بل يمكن إخفاؤها، وهي مهارة تستغل من قبل الحكام وتعد بمثابة توابل تطبق باستراتيجيات وأمور مهمة بصرف الرأي العام والنظر عنها وتحويلها إلى أمور أقل أهمية وحاجة. وقد طرح المفكر نعوم شوفسكي 10 نظريات للتحكم في الشعوب وتعد بمثابة حقائق سرية عثر عليها عام 1986. الأسلحة الصامتة لخوض الحرب الناعمة كان للعراق منها شواهد قريبة، استخدمتها الولايات المتحدة بحجة غزو العراق عام 2003 ودخوله بجدلية عقيمة حول امتلاك النظام المبادئ لأسلحة الدمار الشامل، وإلى أن انكشفت الحرب وما آلت عليه، وكان سبب الغزو هو لسرقة ثروات العراق. فتعدى الأمر إلى ابتكار مشكلة وافتعال موقف يثير رد فعل معينة عند الناس، وبالتالي يطالب الجمهور بحل يرضي. هذه السياسة بابتكار المشاكل والحلول هي حاضرة في السياسات الحكومية القريبة التي تمارس نفس الاستراتيجيات بالتدريج وبالتأجيل، وتصدر نفسها أنها ترمم المستقبل ولكنها تكرس استنساخ الماضي. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، ونرحب مرة أخرى بضيوفنا الكرام. كنا نتحدث عن سياسة الإلهاء، لكن نود أن نتحدث معك دكتور أسامة عن الجانب الإعلامي. تشوف أنه مؤسسات الإعلامية، مؤسسات قد تكون كبرى خصوصا المؤسسات العراقية، أحيانا تنطلي عليها الحيلة وتقع بما يسمى في علم الإعلام بالفخ الإعلامي. هو طبعا احنا يعني ذكرت لك في بدايه البرنامج انه احنا ناقلين للمعلومه غير منتجين للمعلومه، وبالتالي ما يحصل اليوم حتى في يعني حتى ان كان الحدث هو وطني يعني في داخل بلدنا، انت تستغرب انه انت تاخذه من وكاله عالميه مثلا. يعني نتذكر احنا مرينا بظروف التفجيرات مثلا 2004 و2005، كان التفجير ناخذه من السي ان ان من الرويترز، نقلت على الرويترز حصول انفجار سياره مفخخه مع ما هو انفجار مثلا في بغداد. فهذا يصور لك على انه اكو فجوه او اكو خلل، خلينا نسميه انه احنا ما عندنا القدره على انه نسيطر على الاقل مجتمعاتنا، نسيطر على المعلومه اللي تضخ لنا. طبعا فضلا عن انه الان اكو كل العالم هسه هواي دول، يعني مو بالضروره بكل العالم، لكن اكو دول انت مو كل المواقع التواصل متاحه يعني مقيده، واكو دول مثل حتى دول الخليج عندهم مواقع تواصل خاصه بهم متاحه فقط في بلدهم وتكون تحت الرقابه. احنا اليوم هسه اي واحد بينا يقدر يسوي قناه ويسوي تليجرام ويسوي جروب ويسوي، وقد يقوم باشياء مو قانونيه واشياء مشبوهه، ماكو رقابه، ماكو متابعه عليه، ويذف وينشر وينزل محتويات وغيره. فلذلك الرقابه يجب ان تكون رقابه مزدوجه ما بين معلومات قد تكون قادمه من الخارج مسوقه، انه مثل ما تفضلت حضرتك انه قد تكون هي بها نوع من الالهاء باتجاه حاله معينه، قضيه محدده. والقضية الأخرى أن احنا لازم نلتفت إلى ناسنا أفرادنا، لأن يعني أنت اليوم أي فرد من عندنا هو عبارة عن محطة متنقلة، يعني على أيام زمان احنا نسميها محطات، عبارة عن قناة متنقلة، عنده قناة يوتيوب، عنده بث مباشر بالفيس، عنده بتويتر تغريدة، يعني عنده فد 7-6 مواقع تواصل. وأغلب الناس اللي عندهم مواقع تواصل اجتماعي تويتر فيس هم صايرين محللين سياسيين بالضبط، ومرات هم يسوون مشاركات لوكالات عالمية لمحتويات عالمية دون أن هو حقيقة يفرزن أو يميز. لذلك نحتاج يعني إحنا هيئة الإعلام والاتصالات بصراحة يقع عليها العبء الكبير في أن تنظر إحنا بحجة الديمقراطية وتركنا كل شيء متاح وكل شيء مباح،
وهذا خطأ كبير. لذلك تشوف الآن المجتمع ما منتظم بالشارع، ما كلش هو يحترم السياقات القانونية الإدارية الإجراءات، لأن هو تعود على أنه كل شيء بالعنف بالقوة. طبعا فضلا عن هاي الألعاب الإلكترونية اللي قاعد تنتشر اللي هي يقضون عليها ساعات الليل وينامون بالنهار، فلذلك حتى الطالب عندنا قام يجينا منعس نايم، مو لأن هو الليل كله قاضي له 12 ساعة أو 6 ساعات 8 ساعات على لعبة محددة. طيب. حتى هاي الألعاب هي ألعاب موجهة، يعني مو قضية عبثية، انه انت دائما مبدا الالهاء عالميا انه دائما خلي المجتمع مشغول 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 مشغول، حتى باتفه الامور مشغول بقضايا ما تعرف شنو، حتى هو بالنتيجه ما له علاقه بشيء يصير ببلده شيء يصير بمجتمعه، تدخل شركات تطلع شركات تصير قواعد. هذا يمكن فسح مجال اكثر لوسائل الاعلام الاجنبيه الكبرى والرصينه من اجل التاثير من قبل الجهات اللي وراها. دكتور سعدون، عندك ملاحظه يمكن على راي سيد ماجد؟ لا ما حد نعتذر قاطعنا. لا على كل، هو في يعني يبدو يعني كيف خلط الامور، هو دي احنا سياسات دول كبرى هي حقيقه عندها تاثير كبير على دولنا. نتكلم احنا نتكلم عن موضوع حيوي مهم، يعني وارجو ان لا يفهم بين انا مثلا عندي، انا اول مره اشوفه طبعا، يعني ما عندي لا بالعكس هو النقاش لا ما عندي مثلا نظر يعني مطلوبة. مثلا جلسه سابقه ويا او مختلفين برايي لا والله بس لا انا شنو قصدي بالموضوع، القصد من عدة، انت احنا نتكلم عن فترة التسعينات فما فوق اللي هي يعني بداية يعني ظهور ما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي، هذا شيء. وانت لما تتكلمني عن موسوليني سنة 1930 بالعشرينات هذا شيء اخر، اولا المعلومة كانت ضعيفة، هي سياسة الالهاء يمكن لا 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 لكن وسائلها وادواتها تختلف. لا هذا مو سياسة الالهاء، هاي قضية سياسية استراتيجية، قضية ايديولوجي. النظام الفاشيستي اللي اجى ما اجى عن فراغ وما عنده سياسة إلهاء، وبعدين شلون يسوي سياسة إلهاء؟ أصلاً كان طرق التواصل كانت معدومة تماماً، فهي لا سياسة إلهاء ولا، وإنما هو سيستم قيادة الدولة. حتى إذا نرجع نطلع من هذا الإطار الخلافي، خلينا ندخل بهذا الإطار الحالي. إحنا ليش دائماً نلوم نفسنا ما نلوم المحيط؟ إحنا مو جزء من المحيط. زين إحنا إذا نقول على العمالة، لنفترض جدلاً بأن هاي النظام السياسي في العراق قسم من عنده عميل، قسم من عنده مرتبط ارتباطات خارجية. ما عندنا نماذج موجودة مزدهرة أيضا مرتبطة وأيضا لديها متهمة بالعمالة، دول الخليج متهمة من إلى حد النخاع بأنها هي يعني ضيعة أمريكية، لكن إذا تتجي للحالتين بين العراق وبين دول الخليج ماكو نسبة، دول مزدهرة ودول عفوا حتى لو عندها عمالة اي اي صح. انا ايضا اقصد هذا كلامي، اقصد هذا كلامي، اقصد يعني احنا اللي اعتبرناه، انا مثلا على سبيل المثال انا والله اذا يقولون الشيخ زايد عميل والله اقول نعم العماله، يعني اذا 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 الشيخ زايد وصلنا لهي المرحله من 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 العمران والازدهار ونعم العماله. احنا شوف بالنسبه للعراق كل شيء متوفر بالعراق الا العقل غايب، يعني احنا اولا الموقع الجيوبوليتيك مالنا قوي جدا، هذا دكتور اسامه موجود الجيو يعني الجغرافيا السياسيه للعراق انطتها نعمه يعني الهيه، حتى اليوم هسه الصين دايخه تريد بس توصل الميناء البصره، بس تريد توصل الميناء الولايات المتحده الامريكيه، وهاي وثيقه انا قاريها مو يعني جايبها من فراغ، يقول مخطئ من يظن من اننا قدمنا الى العراق من اجل النفط، النفط يمثل احد الاسباب، قدمنا الى العراق لان العراق يمثل افضل موقع استراتيجي للقواعد العسكريه الامريكيه في المنطقه، العراق يؤمن لنا ضرب اي دوله بالعالم وهو افضل مدى صاروخ بالمنطقه، ولهذا السبب يقول احنا هذا قاري ضرب اي دوله في الشرق الاوسط هو كقاعده هم. طيب. هم وبالمناسبه سعوا للعراق منذ عام 1891 سعوا للوصول للعراق، ونجحوا في بداية العشرينات لما استطاعوا أن يدخلون إلى الخليج عبر بريطانيا، كانت بريطانيا على اتفاقيات الخط الأحمر ما حد يدخل الخليج، ودخلوا الأمريكان عبر البصرة وهذا ووصلوا العراق. الأمريكان ما راح يخرجون، هاي نقطة سطر، يعني إحنا دنا نتكلم واقع حال حاليا، الأمريكان ليس من السهولة بمكان أي واحد باليوم من السياسيين يقول لك راح نطلع الأمريكان كذاب، تدري ليش كذاب؟ لأن الله نعرف بالعقل، اليوم هي قضية إمكانات، اليوم دول مارقة، اليوم تعد أوكرانيا اللي هي ايضا ضمن الاتحاد الاوروبي وايضا كانت دوله نوويه صح انسحبت من الصواريخ النوويه وعتق ادراك وحلف الناتو وراها وروسيا بتلعتها عينك تجري. انت عادل عبد المهدي الله يذكره بالخير، انا قبل ما يسافر للصين بقناه الرشيد قلت له انت رايح للصين ما راح ترجع رئيس حكومه، ليش؟ لان قلت له تغيير الوجهه السياسيه للعراق ما تقدر لها. وبالتالي احنا يعني على سبيل المثال احنا شوف
كل دول العالم متاح لها شبكات التواصل الاجتماعي. هو المشكلة مو بالشبكات التواصل الاجتماعي ولا بالشعب العراقي، غياب المشروع، مشروع الدولة غايب العراق. يعني من طيب جزء من مشروع دكتور الدولة هو السيطرة على الشبكة المعلوماتية. اسمحنا دكتور ساعدونا. نعم. سيد ماجد، ممكن أن تكون سياسة الإلهاء سياسة إيجابية أو سياسة ناجعة؟ تسمح لي وجه إيجابي قد يكون؟ تسمح لي، أولا أنا يؤسفني أن يكون جناب الدكتور الأكاديمي اللي كان في مداخلته أبدا بعيد كل البعد عن استراتيجية وسياسة سياسة الإلهاء. بس اسمح لي بس 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 اسمح لي ما من حقك يا عزيزي، اسمح لي أقول لك إياه، أنت بتقول هذا مو صحيح. هسه ما انتهيت خلى دور. أولا أنا جئت على ذكر يعني ذكر مثال، المثال أولا ذكرت ما هي سياسة الإلهاء، ما هي استراتيجية الإلهاء واللي من جملتها ومثل ما يعرفها نعوم تشومسكي يقول جزء من خلق حدث كبير، بالتالي يصير الشعب يتعلق بمن خلق ذلك الحدث الكبير الذي هو كان بالضد من مصلحته. ما كان متاح بالثلاثينات. لا يعني لو تخلق 100 حدث ما يوصل. هسه ما مو يا اخي معارك الحرب العالميه الثانيه بقوا اشهر ما وصلت الخبر اليه. يا اخي ممكن ايضا في تلك الفتره ما كنت تواصل اجتماعي دكتور، لكن مو كان اكو صحف تضرب ولا تقاس. اصبح في ايطاليا، في ايطاليا اصبحت هناك عصابات وقتل وتشريد. الناس حتى تشعر بالامان وين تشبثت بالعصابات، نفس عصابات موسوليني. هذا بالسياق، اما تتدخل وتقاطع حديثي هذا مثال مو من حقك. عموما يعني اذا مو من حقك عليه شنو قاعد يخلون يطلعون من عود حديثي لكم لا هو الحوار هو شنو دكتور ما قاطعك لا 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 سيد ماجد الحلقه حواريه تريد تحاور. اهلا وسهلا بك ماجد، ما نطلع نقول لا ما حد يروح ابدا، ما عندي مشكله وياك. اذا ما تنظر نختلف ونتفق اذا تسمح لنا دكتور. انا ما اقبل على نفسي اقعد لا دقيقه، لا انا ما اقبل على نفسي اقعد في محاضره ونقاش وحديث بنوع من 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 الخطا واسكت له، ما اسكت له لان انا لا اكون لازم احقق تطيب وجهه نظرك دكتور اذا تسمح لنا. تفضل سيد ماجد. يا اخي هذا مو صحيح وجهه نظرك بالتاكيد اطرحها خلي الناس. من حقي وبينت، اولا هو سياسه الالهاء تتبعها دول ومنظمات واحزاب وواجهات سياسيه واعلام اصلا حتى المصطلح غايب. من اي سنه موجوده سيد ماجد؟ من اي سنه برايك؟ تفضل شيخ ابراهيم. هذا مو صحيح والله المشاهد نسمع راي شيخ ابراهيم خلاف اللياقة. ليش اللياقة؟ مو لياقة. ياباني انسحب. اعذرنا دكتور. دكتور وجهة نظر ما بيها شيء سيد ماجد. والله. رجاء دكتور. أنا أبدا ما أسمح لنفسي. شوف أقول لك إحنا ناس يعني ضيوف والضيف من يقعد هنا. أتشرفنا بك دكتور، لكن رجاء وجهات نظر هي نختلف بها طبيعي. وش رجع لي بهاي الطريقة؟ أنا ما أسمح لنفسي. رجاء دكتور وجهات نظر نختلف بها، ما صار شيء. لا لا إحنا قاعدين. ما يخالف، لا هذا الكلام مو عيب. ما يخالف. ما لا أصلا ولا لا أضبط جملة. لا نفسك لا. عموما العيب في أسلوبك. أنت لا دقيقة، أنت قاعد طالع على الجو. وأكو ناس قاعد تعترضني بالجملة. أنت رأيك تحت الفكرة وأنا رأيي. دكتور تفضل استريح. الجمهور حكم على الملاحظات. لا لا مكان استريح رجاء دكتور، احنا قدام الجو الناس دي تتابعونا. الجمهور حكم مكان تتحدث معك. حكم بس ما من حقك يا اخي. ما رجاء وجهه نظر دكتور ما بيها شيء مختلف وجهه النظر. تفضل شيخ ابراهيم. دكتور اتلطف عليك. احضرنا شيخنا السيد الفاضل. بس انك حدك هاي سوى عادة تدوبكم القبول. لا انا بحياتي ما بسويها. بس لا ما اقلك السياسة هي القدرة على اتخاذ القرار صح بالمناسب. نعم. فانا اتخذت هذا القرار حتى اوقفه بعد ما الرأي المحترمة. لا ما جاي تتجاوز على الاخرين بالوقت. والله تتجاوز. لا ابدا ما اسمح له. والله شنو اللي حكيت عليك الغلط؟ انا قلت مو الغلط، الغلط خلاف اللياقة انه شخص يتكلم بقاطعة. انت حضرتك مو مقطع. لا خلينا نختلف على موضوعنا رجاء سيد ماجد دكتور. رجاء المشاهدين بيتابعونا. سكتت واجا دوري وايضا قاطعنا. صلى على سؤال من اللهم صل على محمد وعلى محمد. خلينا نرجع لوجهات النظر وحديثنا. صلى على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تفضل شيخ ابراهيم تفضل. قد يكون اخويا وحبيبي وصديقي الاستاذ سعدون شكله مو ذا احكي لي اياه. الي جزاك الله خير. وقد يكون استاذي الفاضل قصه شيء استاذ سعدون دكتور سعدون راح بغير شيء. وجهات نظر اثنين محترمه. يعني هسه انا ابسط شيء هو الدكتور تدري شو كان قصده انا فهمت دكتور اسامه. دكتور سعد استاذ سعدون دكتور سعدون
قصده انه بالثلاثينات والاربعينات والعشرينات ماكو مواقع تواصل اجتماعي، لكن صحف بس وين ادوات استخباراتيه مبدا واحد بس الفكره هذه خليني اوضحها. بس شلون كانت قضايا الإله اذا تتذكرون انتم اساتذتنا كان نسميها الطابور الخامس صح. الدعايات هذا صحيح باعوا علي كانت بالاربعينات بالثلاثينات بالخمسينات للستينات للسبعينات للثمانينات. ليش نوجد الطابور الخامس؟ لان دعايه ما كانت متاحه حتى الطابور الخامس ما موجود الان صار يعني شوفه مخفي تمام تمام اذا سمحت لي. من ظهرت تكنولوجيا المعلومات والاقمار الصناعيه اللي بثتها وكاله ناسا الصور بال 74 دكتور بال 73 امريكي لان انتقل الى السبعينات انتقلت بدت شويه شويه بدت تتواصل اكو اجهزه ودول استغنت عن اجهزه كانت تصرف عليها في ذاك الوقت مئات الملايين الدولارات اللي هسه مليارات فاستغنت عنها مواقع التواصل الاجتماعي ذاك الفتره كان الطابور الخامس صحيح. هي اللي يوجه يجي يزرع هنا فتنه هنا 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 هنا, هنا. انتشرت لها والعالم احنا طيب. هنا بالثمانينات بيش لهنا خلي لطف الجو بالثمانينات بيش لهنا دكتور بهاي المسلسلات المكسيكيه وهذا لبي وتحت وصل الحلاق ولين شغ وابو السيف وغيره خلوا العالم بس صارت الدنيا مغرب يلا اركض راح يبدي لين شغ صحيح. والعالم الليل كله تتفاهم فيها ومال تحت موسى الحلاق هو هذا لبي اللي جابوه بالتسعينات خلوه لك الكليات اتذكرها والشباب ثاني يوم هذا راح يسوي القصد اكو دعايات كانت ثقافيه واكو دعايات كان اللوب الصهيوني هذا يعني خل للاسف خلينا نعترف فيه انه ناجح في الهاء العالم او المناطق اللي كان يريدها هي ويحرفها عن تفكيرها كمثقفين كقاعده كاساتذه كملهمين شعوب كان يحاول يحرفهم ما يخليهم يختلطون بالشعوب ويخلي الشعوب مختلطه بيش بافكارها من ضمن الدعايات اللي كانت تطابور خامس او الدعايات اللي هسه تجي مثلا هسه عندنا لعبه البوبجي هاي يصرفون عليها مئات الملايين الدولارات ليش هاي هيك ببلاش؟ لا سياسة سياسة ابدا وهذا شو اسمه التيك توك الغيره ترى هاي عليها مليارات اقمار صناعيه ليش؟ بث سريع 24 ساعة ليش؟ لهوا الشباب الايمو ذاك المال بث المباشر فشنو القضية؟ انا ليش اقول لك؟ يعني اشيد بيك وبالقناة وبالمعد على هذا البرنامج هاي رسالة لشبابنا احنا اني واسافتي الافاضل والحاضرين نعم ادينا ما عليه بالسبعينات بالثمانينات بالتسعينات بالالفين الان انتم يا شبابنا انتم يا طلاب الكليات يا الملتهين بهاي الالاعيب وهاي البرامج التواصل شوفوا الطالب الياباني والطالب خلينا نقول الانجليزي دا يستغلها بيش يستغلها باختراعات وبراءات اختراع ووصلوا مراحل عالمية متطورة للأسف الشاب العراقي والشابة العراقية ملتهي لو بث مباشر لو علاقات لو حبش لو حبني لو صوريني لو ابتزازات لو غيره وهذا هاي النقطة المهمة هاي تعني اثنين انه احنا مخترقين من دول الاعداء لتحطيم البنية الفكرية للشعب العراقي المتمثلة بشبابه اثنين والاهم منها ايصال رسالة او وصلت الرسالة انه القيادة العراقية ما متمكنة جابه هاي الدعايات وهذا الخرق اللي صار للشعب العراقي عن طريق التواصل الاجتماعي هذا اللي قصده أستاذي الكريم وهذا أيضا ما قصده أستاذي وأخوي العزيز أستاذ سعدون شكرا بس للتوضيح شيخنا الاختلاف بيصار بالتوقيت أنا إيش أقول هسه إذا عندي مدال باختصار نريد ننتقل تقرير تفضل أوكي إذا بيها دقيقة نص دقيقة نص دقيقة أنا أقول عندنا مثل هاي القامات الفكرية المحترمة مثل هذه الناس العبقرية المحترمة أنا أقول إحنا أيضا توقع علينا مسؤولية تثقيف هؤلاء الشباب فتح عقولهم انتظال تفكر بهاي تفكر بهاي ترى الباكر عقبة لا تجي تقول للإمارات يصعد لأن هسه إحنا بالثمانين من هذا الشارع اللي ذي السعفة قال علي أستاذي زايد قال شو وقت أشوف بالإمارات ماكو رمال أشوف شارع مبلط مثل أبو نواس الآن يا شبابنا يا مثقفين الشاب الإماراتي صعد للقمر ترى وصعد للمريخ وراح للنجوم وبدا يعني ويا اليابان ويا وكاله ناسا يصعد للفضاء ويخترع انت يا شاب عراقي راح تبقى بالبوبج وبالعلاقات
لو راح تخترع وتنتج للوطن اللي احتضنه. ان شاء الله صوتك يوصل وشكرا للتوضيح شيخنا. دعونا ننتقل مع مشاهدينا الى متابعه هذا التقرير. الحكومات العراقية المتعاقبة الهروب من واقع البلد بنقص المستلزمات المعيشية وما رأت منه من شجاعة بمطالبات لحقوقهم لا سيما في السنوات الأخيرة، اتجهت نحو استراتيجيات جديدة اتخذتها سياسة لحكمها حين أشغلت الرأي العام بافتعال المشكلات الصغيرة وتصديقها ببث الأكاذيب، فألهت الشعب عن مطالبه بتحريك دمى لعبة تهويل صغائر الأمور من خلف ستائر الإعلام المبالغ أو المزيف. واحدة من الأساليب التي تستخدمها الحكومات التي تفقد تدريجيا ثقة الشعب بها هو أسلوب الإلهاء أو أسلوب تحويل الانتباه، هي تحاول أن تخترق مشكلة عندما يعني تتأزم قضية معينة لكي تحول انتباه الرأي العام من هذه القضية إلى قضية أخرى، وبالتالي تنسي الرأي العام فكرة حل هذه المشكلة أو من هو المدان بها. وانطلاقا من نظرية العقل الجمعي لدى الشعوب اتجهت الشخصيات الحاكمة للضرب على هذا الوتر الخطير، فالعراق منذ عام 2003 ولربما قبل هذا التوقيت حلت سياسة الإلهاء ضيفا على شعبه وصولا إلى عام 2022، فاتخذتها الطبقة السياسية وسيلة لإشغال الرأي العام عن فسادها المفضوح وكذلك المواطنين بالمصائب لتكاسلهم. الحكومات المتعاقبة لدينا استخدمت مثل هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب هو الحقيقة أسلوب دعائي يحاول بطريقة أو بأخرى أن يفلت، إذا جاز التعبير، يفلت الحكومة بمسألة أن تقع تحت المساءلة القانونية. ولكن المشكلة الكبيرة جدا الآن أن ذاكرة الشعب أكبر بكثير من أن تنسى بعض القضايا. كثيرة هي الشواهد على ممارسات الإلهاء للحكومات العراقية الأخيرة خصوصا بعد عام 2018، إذ تبنت سيناريوهات لتمويه الشعب عن حقوقه، فالحرائق والاعتقالات واجتياح ثورة الأسماك ونفوقها لم تكن سوى إلهاء للشعب عن مطالبه، بالوقت الذي زاد الوعي لديه برفض الرضوخ لسياسة التحكم بالشعوب. فتفسير هذه السياسة المعتمدة يكمن في إخفائها، أما تقليل حجم الكارثة ووضعها بطي النسيان مقابل تضخيم تفاصيل لا يأبه لها أحد، ليس إلا وسيلة لتشتت التوجهات عن المشكلة الأساسية وتمويه الجمهور عن أهميتها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا سوية مع ضيفنا الكرام تقرير الزميلة نهى الشمري، أعود لك دكتور أسامة. ركزت يمكن الزميلة نهى في تقريرها على مطالب الناس، اليوم الشعب العراقي عنده مطالب مهمة رئيسية، خدمات، القضاء على البطالة، رفع مستوى يعني فرط الفقر الذي ارتفع بشكل كبير، يعني معالجته، سياسة إلهاء بده يتعرضوا لها، ممكن أن تحيد بالناس عن هذه المطالب المهمة والرئيسية دون النظر والاكتراث إليها؟ هو الأصل إحنا عندنا بالأنظمة السياسية الأصل إنه أكو قنوات رسمية وقنوات غير رسمية لإيصال مطالب الجمهور. لا. هاي المطالب طبعاً تدخل بالنموذج ديفيد آستن إحنا ندرسه بالعلوم السياسية، إنه النظام يستقبل المطالب هذه، يفلترها، يشوف ما هو الصالح، ما هو الطالح، ما هو الشرعي، ما هو غير الشرعي، يعمل على يوصل لها الإمكانيات، يوضع الخطط على تطبيقها، يحتاج وقت حتى يلبي هاي المطالب. طبعا الاحزاب بكم الانظمه الديمقراطيه، الاحزاب تعتبر قناه من القنوات، عضو مجلس المحافظه مثلا في او الولايه اذا كان نظام فدرالي يعتبر قناه من القنوات، عضو مجلس الشعب او النواب او البرلمان يعتبر قناه من هذه القنوات، الوزراء، كل المؤسسات وحتى المؤسسات غير رسميه قد تكون الشركات غيرها تاخذ هذه المطالب وتوصلها للنظام، النظام يبدي عليها البروسيس الاجراءات حتى ينفذها. المشكله وين؟ انه احنا بالعالم الثالث عموما وفي العراق يعني خصوصا انه احنا ما كان اكو يعني الرجيم مالتنا النظام يسميه ما كان نظام قادر على استيعاب المطالب كلها، وبالتالي ادى الى انه راح صار اكو فجوه اللي تحدثوا به الزملاء الاعزاء قبل الفاصل وقبل التقرير، انه احنا البنى التحتيه مالتنا عمرها الافتراضي انتهى، يعني الشوارع مالتك عمرها 40 سنه، الجسور مالتك عمرها 50 سنه، البنايات، الشقق غيرها كلها تقريبا. طيب سؤال في هذه الحالة، لذلك شنو اللي صار؟ وين نعم. التعويض؟ نعم. التعويض راح لمواقع التواصل، قام يكتب، قام يسوي منشورات، قام يسوي محتوى،
ينتقد به الوضع الحالي، ينتقد به عدم الاستجابة، ينتقد به وتسودها الثقافة السائدة بشكل عام. طبعا لا، انت راح المشكلة من ماكو نظام سيستم يستوعب هاي المطالب، راح تصير عملية التعبير عملية غير منضبطة. طيب وصلت الى مرحلة وين؟ طيب. انه صار عندنا تظاهرات بين فترة وفترة طبعا بتأثير مواقع التواصل، انت خم هذا يبقى مواقع التواصل لازم ينزل للشارع. طيب نزل الشارع دكتور سعدون، خلي وقتنا نسمح حضرتك. لو اكو سيستم صحيح نعم. ماكو داعي هاي لو اكو سيستم صحيح سيد سعدون، يعني سياسة الإلهاء كيف للشعوب ان تواجهها؟ هو حقيقة يعني حتى دينيا، يعني هسه مو سياسي، يعني يقول كلكم راعوا كلكم مسؤولين عن رعيته. لا، فالإمام راع وهو مسؤول عن، فالحاكم هو يعني علاقة الحاكم المحكوم هي راع ورعية. فإذا كان النظام الرسمي متهالك فاقد البوصلة فاقد الاتجاه، طبعا الشعب يعني يروح بهذا الاتجاه، لأن أنظمة دكتاتورية حكمت العراق مستبدة هذه الفترة كلها. انت فتحت يعني انطيت جرعه مخدر عاليه اللي هي الديمقراطيه منفلته بدون اي ضوابط بدون اي وازع، فهي سببت ارباك. وبالتالي انا اقول شوف يعني حتى للامانه، لكن كلامك اذا كان له ضوابط فراح تعتبر ضوابط وتقييد للحريات. لا لا، اكو فرق اكو بين تقييد الحريات وبين تقنين وترشيد السيستم النظام. هذا الشغله. الشغله الثانيه، احنا يعني انا وهي مو نظره تشاؤميه، ولكن حقيقه يعني بعد الدولة غير قادرة على 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 ضبط هذا الموضوع، لأن انتهت خلص خرجت عن إرادته، وإحنا ذاهبون إلى نفق مظلم ما خصوصا بالشبكات المعلوماتية. ليش؟ لأن الغرب للأسف الشديد، وإحنا قلناها وأساتذتنا قالونا والكتب الأجنبية قالونا، قالوا الغرب بواسطة هاي التقنية اللي طاها بالمجان، بالأخير طاها بالمجان، يريد يفقدك 4 أو 5 مقومات مركزية عندك اللي هي تاريخك، يعني العالم قرية واحدة، الجغرافيا مالتك انهارت، الدولة القومية بعد ما كان لها حاليا ذابت الدولة القومية، وبالتالي الدولة الضعيفة اللي ما عندها القدرة ان تجابه هذا السيل الجارف من العولمة اندفعت يعني انجرفت. طيب في هذه الحالة دكتور انتقل لك الشيخ ابراهيم، يعني تتوقع وفق كل هالمعطيات المطروحة على الواقع السياسي والاجتماعي، الحكومة القادمة او المنظومة السياسية القادمة المرتقبة راح تستمر باستخدام سياسة الإلهاء؟ وبالتأكيد لازم، يعني ما عدا خيار لازم تبقى سياسة الإلهاء. بس ليش ما تتجه إلى تحقيق مطالب الناس وحل هذه الأزمات؟ مثل ما تفضل أخوي الدكتور، العمر الافتراضي للبنى التحتية اللي تحتاجها المواطن العراقي هي مو افتراضية انتهت، بل هي انتهت والآن بحالات ترقيع. يعني شوف شوارع بغداد منتهية، هذا الجسد بصفك، هذا تصعد سايد كله طسات مكسر، وسايد لين يفوت منه الوزير بلا طول اياه قبل 10 أيام. هذا الاتبارك هذا صحيح. يعني شوف هو نفس الجسم نفسه سايد لا. اللي بيجي بالوزير بقى مفلش المترين، المترين اللي يطلع منها من باب الوزارة حتى يطلع على بيت الزيونة ايش خلينا نحكيها، هذا بلا طول فرش. هي هذا المشكلة، ما لهينا بالخدمات. المشكلة وين؟ مدى تجيك حكومة أو يجيك قائد حقيقي يسوي قانون انضباط سيستم يضبط بيه إيقاع الشعب، كل من يعرف شنو واجباته وشنو مسؤولياته وشنو حقوقه، هذا ما موجود عندنا. واللي راح يجي على كومة خربة. هسه لما يجوز نقول نسأل الله راح يحقق لنا 10% يعدل، نقول والله احنا بخير، اذا احنا عندنا خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح. ولكن لما نيجي على بلد منتهي لا تباوع على بعض الاعلام، هسه عندنا ابسط شيء، لما انت كاعلامي جنابك، انت كاعلامي جنابك حاول هسه تنتقد احدى المؤسسات مال الدولة العراقية، باكر تلقى نفسك بمحكمة تحقيق الكاميرا. بس يطلعوني كفاله. بس اني وين؟ احنا نعول على القضاء. لا اني وين اعول؟ انا حتى ما اعول على القضاء بصراحه. انا اعول لما انت تحجون من نظام دكتاتوري كان حاكم ايقاع الشعب، انت تقول انا نظام ديمقراطي، اخي انا اريدك تحكم السيستم مالتي، انت لا تخليني انا فالت اجي بالفيسبوك افلشك اسبيك اغلط عليك اسس المظاهرات هربجة. لا، انا اريد مقدم برنامج من يقعد يحاورني انا وهالاساتذه الكرام، من نطرح راينا احنا ما مدفوعين بشيء، احنا بدنا نقول هذا غلط وهذا لا. غلط هذا صح. انت ثاني يوم تخلي مثلا احمد ولا طلال وجاب هذا الولد الممثل عياد الطائبه الجسمه،
مثلوا حالة خل احكيها على مسؤوليتي، أنا شايفها بعيني ولامسها بدي الحالة اللي مثلوها. اجى وزير دفاع للأسف، وخلي هسه خلي أريد دعوة على يا سالم بتجي. نعم. اجى وزير دفاع مدى يتفاهم ياخذ نوصل له خبر مع السيد الوزير، يمكن اعتبرها تعميم على كل المؤسسة العسكرية. لا ليش هو السيد الوزير خلي احكي لي اياه لما نشتكي على احمد ملا طلال، هي شكوى على احمد ملا طلال واياد الطائيل، وكانت عنده مشكلة مباشرة ويا او تي في وعائديتها. لا شوف باوع احكيلك اياها. نعم. اليو تي في وشوف انا صراحتي هي نوبات مدمرة باختصار وقتنا ما يسمح حتى نرجع سؤالك. اليو معروفة المن. نعم. ومعروفة السياسة المن، ومعروفة الوزارة شلون اجى بها السيد وزير الدفاع. بس انا اقول وين اقول احنا على تاريخ العراق كله من صار العراق الى هسه، دائما وزير الدفاع او القادة العسكرية هم ضابطين ايقاع المؤسسات المدنية والحكومات. طيب. العراقية. طيب. اذا سمحت لي وقتي ما يسمح. ثواني ثواني باختصار، ليش اليوم مثلا احمد ملا طلال او الاستاذ او الاستاذ من يحكي ثاني يوم نفسه بالمحكمة؟ مؤاندة انتقدك بحالة تمثيلية، اكو خطأ موجود موجود وكلنا ندري به كله. انا عندي هواي اعرفهم فضائيين، يعني تجي تقول هاي المؤسسه العسكريه، لكن لا يجوز يمكن التعميم. بس هو هذا بشكل مختصر يعني الشيخ ابراهيم، هذا الموضوع هم كان موضوع الهاء للناس بالفتره الاخيره ومواقع التواصل الاجتماعي. لا اما لهم الناس مو بهاي الموضوع. لا. لهم الناس بيش مات السمك اجت ايران سممته. مات الدجاج اجوا العملاء سممه حتى يجيبوه وخلوا لك العالم يلهوهم بلقمه بطنهم. اما ما لهوني بالتكنولوجيا مثل ما انا وانت تعبر عنها. طيب. فاحنا شو نقول؟ تكميم الأفواه هاي مهمة جدا حتى تتكامل محاور الحلقة أستاذي. تكميم الأفواه بالانتقاد البناء من قبل المؤسسة الحاكمة عسكرية كانت أو مدنية بالتنفيذية ضد الإعلام اللي ينور عقول الشباب، هذا خطأ فادح راح يوقعنا بأخطاء جسيمة لا يبنى بعدها العراق. طيب سؤال أخير لكم سيد ماجد، سياسة الإلهاء يمكن الكبرى مسيطرة عليها دول كبرى ووسائل إعلام ومنظمات أيضا كبرى، كيف لنظام سياسي حديث أو عنده خلل كبير متراهل ربما إنجاز التعبير، كيف يستطيع الوقوف بوجه سياسة إلهاء موجهة من الخارج؟ إلهاء ومحاولة تحصين المجتمع من هذه السياسة هو مسؤولية تضامنية، يعني ليست مقتصرة على الدولة أو أجهزتها والحكومة، وإنما كل المؤسسات بدءا من المؤسسة الدينية وانتهاءا أو انطلاقا من مؤسسة الأسرة. يعني الأسرة يجب أن تقنن عملية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا أهم مؤسسة هو الإعلام. إن لم يتم السيطرة على تقنين وترشيد الإعلام لا يمكن لنا أن نخلق مجتمعاً متماسكاً، مجتمعاً يعتز بقيمه. اليوم انفلات على مستوى المؤسسة الإعلامية بشكل كبير جداً، ماكو رقابة، إفراط وتفريط. لو تتكلم بالحق مثل ما ذكرت موضوع ملا طلال، أحمد ملا طلال، وتروح أنت إلى المحاكم، لو لا شوف الانحلال، شوف المجون، الترويج إلى الثقافات الغربية، وبتعال هناك الباب مفتوح على مصراعيه. لذلك أعتقد الإعلام كان ولا زال وسيظل هو المعول الهدام ما لم يتم تقنينه وترشيده وتوجيهه بالطريق اللي ينشئنا أجيال حقيقية، أجيال تحب نفس ملاحظتي قلتها الدكتور سعدون، هذا ما يعتبر تقييد للحريات؟ لا هو أو تقييد الحريات عذرا للمقاطعة. نعم. مو تبدي من التقنين؟ لا هو شوف أكو يعني حقيقة تشويه للمفاهيم. يعني الانفلات مو حرية، والحرية ليست انفلات، والتقنين ليس تقييد، هناك ترشيد. العملية كل دول العالم لديها تقنين ولديها ترشيد للحريات وغيرها. أصلا بالعكس الدول الغربية فيها من القوانين الصارمة، يعني أنت ما تقدر، أكو بعض الدول ما تقدر تسهر بها أنت وعائلتك أكثر من 10 بالليل، لأنه أي حركة ممكن أن تزعج الجار وبالتالي من حقه يشتكي عليك. لكن مو بهالشكل هذا إعلام اليوم. انفلات يأتون يعني من الفنانين وغير الفنانين،
ويقيمون برامج واحتفاليات هي منافية تماما لأخلاق وأعراف هذا البلد. وصلت من أجل إلهاء. عذرا لقصر الوقت، إذن مشاهدينا قبل الختام نذكر باستبياننا أو سؤال الاستبيان، هل تعتقد أن صناع القرار نجحوا في تزوير الواقع وإيهام الرأي العام وسلب الحقوق من خلال سياسة الإلهاء؟ كانت الإجابات 55% نعم، 35% كلا، و 10% متحفظ. والشكر الجزيل طبعا لكم مشاهدينا ولضيوفنا الأكارم، الشكر الجزيل لكم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور أسامة السعيدي، والشكر كذلك لأستاذ العلاقات الدولية، شرفتنا دكتور سعدون السعيدي، كنت ضيفا كريما، شكرا لحضورك وأسفين على سوء الفهم اللي صار والملاحظات، بالتأكيد لا تفسد في الود قضية، وشكر لكم شيخ إبراهيم الدليمي، كنت ضيفا كريما علينا، وأيضا شكر لكم نائب رئيس مركز أفق للدراسات الأستاذ ماجد الشويلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك، ونعتذر لكم أيضا عن سوء الفهم، وشكر جزيل لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة الرمضانية، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.